معنا من واشنطن مراسلنا جو ثابت. أهلا بك جو، هل هناك مؤشرات فعلا على أن واشنطن يمكن أن تفرض عقوبات على أنقرة، أم يعني يبقى الموضوع في إطار التهديد والوعيد؟ كريستيان، في الواقع المسألة تجاوزت إطار الخطاب السياسي أو الضغط الدبلوماسي. مسألة فرض عقوبات على أنقرة صارت شبه منتهية. السؤال المطروح الآن في واشنطن هو متى سيتم فرض هذه العقوبات وبأي حجم؟ الجواب على ذلك يؤشر بأنه فور انتهاء الانتخابات وانعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ، فأن الاتجاه هو أنه سيتم تشريع أو تقديم طلب قانون لفرض عقوبات تتجاوز النواحي الاقتصادية لتصل إلى العلاقات الأمنية والعسكرية. هناك انزعاج كبير في واشنطن، وتحديدا من الأجهزة الأمنية الاستخباراتية وأيضا من قبل وزارتي الدفاع والخارجية، مما قامت به أنقرة حيال حيازتها منظومة S-400 الدفاعية الصاروخية الروسية. هناك يعتبر أو نظرة واشنطن إلى هذا الأمر هو أن هذه المنظومة تشكل تهديدا للأمن الأمريكي أو للمصالح الأمريكية في المنطقة، كذلك تشكل تهديدا لمصالح دول حلف الناتو. كلنا يعلم بأن لدى الولايات المتحدة أسراب من سلاح الجو في قاعدة إنجرليك، وهناك سلاح استراتيجي، وهناك قناعة لدى واشنطن بأن بقاء هذا السلاح في إنجرليك بحضور أو بوجود منظومة S-400 في يد الأتراك هو مسألة يهدد مصالح أمريكا. نعم. لذلك هناك حديث طويل في أنه يمكن أن يتم الاتجاه إلى أن تتأثر العلاقات العسكرية بين واشنطن وأنقرة بذلك، بما فيها احتمال غلق قاعدة إنجرليك. شكرا جزيلا لك مراسلنا جو ثابت، كنت معنا مباشرة من واشنطن.